أهلاً وسهلاً بكم أبنائي الطلاب في المادة الدراسية العلوم للصف التاسع والوحدة الدراسية الأولى والتي بعنوان الموجات، ودرسنا لهذا اليوم الطيف الكهرومغناطيسي الجزء الرابع. أهداف الدرس: في نهاية الدرس يتوقع من الطالب أن يكون قادراً على أن أولاً يعدد خصائص مكونات الطيف الكهرومغناطيسي، ثانياً يذكر بعض استخدامات مكونات الطيف الكهرومغناطيسي، ثالثاً يقارن بين مكونات الطيف الكهرومغناطيسي. خصائص الموجات الكهرومغناطيسية: موجات الطيف الكهرومغناطيسي. الموجات ذات الطول الموجي الكبير هي موجات الراديو وموجات الميكرويف والأشعة تحت الحمراء. موجات الراديو لها تردد قليل، وبالتالي تكون طاقة الموجة لها قليل لأن العلاقة طردية، ويزداد التردد وطاقة الموجة في موجات الميكرويف ثم الأشعة تحت الحمراء. الموجات ذات الطول الموجي المتوسط هي موجات الضوء المرئي. لاحظوا أبنائي، لها طول موجي متوسط وتردد متوسط، وبالتالي طاقة الموجة لها أيضا متوسطة. الموجات ذات طول الموجي الصغير هي الأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية وأشعة جاما. وأصغر هذه الموجات طولا موجيا هي أشعة جاما، لكن التردد لها كبير جدا، وبالتالي طاقة الموجة لأشعة جاما هي الأكبر. إذا أبنائي، في موجات الطيف الكهرومغناطيسي، الموجات التي لها طول موجي كبير يكون لها التردد وطاقة الموجة قليل، لأن العلاقة عكسية بين الطول الموجي والتردد، وطردية بين التردد وطاقة الموجة. إذا كلما اتجهنا إلى اليمين باتجاه أشعة جاما زادت طاقة الموجة، وكلما اتجهنا إلى اليسار باتجاه موجات الراديو قلت طاقة الموجة. الأشعة فوق البنفسجية أهم خصائصها: واحد، تنتقل في الفراغ والهواء. ثانياً، أشعة ضارة للعين وكذلك الجلد عند التعرض لها لفترات طويلة. كما تعلمون أبنائي بأن الغلاف الجوي للأرض مكون من 4 طبقات، وطبقة الأوزون تقع ضمن طبقة الاستراتوسفير، وتقوم طبقة الأوزون بحجب نسبة كبيرة من هذه الأشعة الضارة القادمة من الشمس. أهم استخداماتها: التعقيم، تعقيم الهواء والأدوات الطبية والماء وأحواض الأسماك وبرك السباحة، وتساعد جسم الإنسان على تكوين فيتامين دي وهو نفسه فيتامين دال، وأيضا تدخل في صناعة مصابيح الكشف عن أوراق العملة. الأشعة السينية أهم خصائصها: 1- تنتقل في الفراغ والهواء. ثانياً، لها قدرة على النفاذ خلال الأجسام اللينة مثل أنسجة الجلد واللحم. ثالثاً، لا تستطيع النفاذ خلال الأجسام الصلبة مثل العظام. أهم استخداماتها: الطب، الكشف عن كسور العظام، وفي الصناعة الكشف عن الشقوق في الأنابيب وأجسام الطائرات، وفي الأمن تفتيش الحقائب والأمتعة. أشعة جاما أهم خصائصها: تنتقل في الفراغ والهواء، لها أقصر طول موجي وأعلى تردد وأعلى طاقة.
ثالثا لها قدرة عالية على اختراق المواد. أهم استخداماتها الطب، قتل الخلايا السرطانية، وأما في الصناعات الغذائية تعقيم المعلبات الغذائية والحبوب. كما تعلمون أبنائي الطلاب بأن أشعة جاما لها طاقة موجة كبير، وبالتالي عند عملية التعقيم تتم من خلال قتل الجراثيم عند تعرضها لطاقة عالية. دعونا الآن نقارن بين مكونات الطيف الكهرومغناطيسي التالية من حيث الطول الموجي والتردد والطاقة. موجات الراديو، الطول الموجي لها كبير، والضوء المرئي الطول الموجي له متوسط، والطول الموجي لأشعة جاما صغير. أما التردد أبنائي الطلاب فلموجات الراديو منخفض، والتردد للضوء المرئي متوسط، والتردد لأشعة جاما عالي. وبما أن العلاقة طردية بين التردد والطاقة، فإن الطاقة لموجات الراديو منخفضة وللضوء المرئي متوسطة ولأشعة جاما عالية. اذكر بعض استخدامات الطيف الكهرومغناطيسي. الموجات، موجات الراديو، الاستخدام، الاتصالات اللاسلكية والملاحة البحرية والجوية، وموجات المايكروويف في طهي الطعام والهاتف النقال، والأشعة تحت الحمراء استخداماتها أجهزة التحكم عن بعد والرؤية الليلية والتصوير الحراري، والضوء المرئي التصوير الفوتوغرافي والألياف الضوئية، والأشعة فوق البنفسجية من استخداماتها تساعد في تكوين فيتامين دي للإنسان وفي عمليات التعقيم، والأشعة السينية تصوير العظام والكشف عن الشقوق في الفلزات والأنابيب، وأخيرا أشعة جاما من استخداماتها العلاج الإشعاعي وتعقيم الأغذية المعلبة. ملخص الدرس أبنائي الطلاب، في هذا الدرس تعلمنا أن 1. تختلف موجات الطيف الكهرومغناطيسي فيما بينها في الطاقة والتردد والطول الموجي. 2. موجات أشعة جاما هي الأقل في الطول الموجي والأعلى في التردد والطاقة. 3. أشعة جاما هي الأعلى قدرة على النفاذ من الأجسام الصلبة بسبب طاقتها العالية. 4. بعض استخدامات الطيف الكهرومغناطيسي، الأشعة فوق البنفسجية في عمليات التعقيم، وتساعد أيضا في تكوين فيتامين دي في الإنسان، والأشعة السينية أبنائي الطلاب تستخدم في تصوير العظام والكشف عن الشقوق في الأنابيب، أما أشعة جاما فتستخدم في العلاج الإشعاعي و تعقيم الأغذية المعلبة. دعونا الآن أبنائي الطلاب نقوم بالتقويم. أكمل خريطة المفاهيم الآتية. الموجات، إما أن تكون موجات ميكانيكية أو موجات كهرومغناطيسية مستعرضة. أحسنتم أبنائي الطلاب. الموجات الميكانيكية، إما أن تكون مستعرضة أو أحسنتم
أسمعكم، نعم تكون طولية. وموجات الكهرومغناطيسية المستعرضة في الطيف المرئي، مثال عليها اللون البنفسجي له أعلى تردد، ومثال آخر على الطيف المرئي اللون الأحمر له أقل تردد. طيف غير مرئي، مثال عليه الأشعة تحت الحمراء التي تستخدم في الرؤية الليلية، ومثال آخر الأشعة السينية تستخدم في تصوير كسور العظام. السؤال الذي يليه، أكمل العبارة التالية: يمكن استخدام موجات فراغ في قتل الخلايا السرطانية، ما نوع هذه الموجات أبنائي الطلاب؟ أحسنتم جميعا، هي أشعة جاما. السؤال الآخر، اختر الإجابة الصحيحة: ما الموجات الأقل في الطول الموجي من بين موجات الطيف الكهرومغناطيسي الآتية؟ A. الأشعة السينية، B. الأشعة تحت الحمراء، C. موجات المايكرويف، D. الأشعة فوق البنفسجية. نعم أحسنتم جميعا، هي الأشعة السينية. السؤال الذي يليه، أجب عن ما يلي: لماذا يشعر العلماء بالقلق من استنزاف طبقة الأوزون؟ أحسنتم، لأن طبقة الأوزون تحجب نسبة كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس، فوصول الأشعة فوق البنفسجية إلى سطح الأرض بكميات كبيرة يسبب أضرار كبيرة للكائنات الحية. السؤال الذي يليه، وضح لماذا لا يمكن استخدام الأشعة تحت الحمراء في تصوير العظام وتستخدم الأشعة السينية لذلك؟ جيد جدا، لأن الأشعة تحت الحمراء طاقتها أقل من الأشعة السينية، وليس لديها القدرة على النفاذ خلال الأجسام اللينة مثل الأشعة السينية. لاحظ المخطط الآتي الذي يبين الطيف الكهرومغناطيسي، ثم أجب عن الأسئلة التي تليه: أشعة جاما، الأشعة السينية، N. الضوء المرئي، الأشعة تحت الحمراء، K. موجات الراديو. A. ما نوع الإشعاع الذي يرمز إليهما الرمز K و M؟ نعم أحسنتم، K موجات المايكرويف، و M الأشعة فوق البنفسجية. B. أي إشعاع يستخدم في تصوير العظام ولماذا؟ نعم أحسنتم جميعا، هي الأشعة السينية، لأن لها القدرة على اختراق الأنسجة اللينة مثل الجلد، لكنها لا تنفذ من الأجسام الصلبة كالعظام. سي، أي إشعاع يستخدم في أجهزة الهواتف المحمولة؟ نعم أحسنتم جميعا، موجات المايكرويف. السؤال الذي يليه، قارن بين موجات الراديو والأشعة السينية من حيث الطول الموجي، التردد، الطاقة والاستخدام. الطول الموجي لموجات الراديو أبنائي الطلاب كبير، والطول الموجي للأشعة السينية قصير. التردد لموجات الراديو، أحسنتم جميعا، منخفض، أما التردد للأشعة السينية فهو عالي. الطاقة، طاقة الموجة أبناء الطلاب في موجات الراديو، نعم علاقة طردية بين التردد والطاقة، إذن سوف يكون الطاقة في موجات الراديو قليلة، أما الأشعة السينية سوف يكون كبيرا.
الاستخدام: موجات الراديو تستخدم في الاتصالات اللاسلكية والملاحة البحرية والجوية. أما الأشعة السينية: تصوير العظام، الكشف عن الشقوق في الفلزات والأنابيب. وهكذا ينتهي درسنا لهذا اليوم، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح.